أولا أنا لا أقول بأنه مداخلات تعجبني أو لا تعجبني، وإنما أقول أنها لا تستقيم وواقع الملف، ولا تستقيم والإثبات العلمي، ولا تستقيم وتسلسل الأحداث الواردة في محاضر رسمية. أما أن تعجبني أو لا تعجبني فهنا الإعجاب ليس مطروحا، ولكن معجب، ولكن مطروح الإقناع يبقى الوسائل القانونية. وبالتالي على أنني كما صرحت من قبل سأحتفظ بحقي في الرد وبالطريقة المناسبة في الأسبوع المقبل إن شاء الله.